تخيل انك بهالمكان وتالي هالليول، ما عليك من الذيب، ترى ما هو بجايك، ركز على اللي بيدك. ايوه هذا اللي كنت خايفه منه. يوم انا اقول لك خذها معك مير ما تسمع ولا توحي. ايه هذا قايل لك خالي ينفعك هنالك، هذاك احتاجتها. اسمع، عندك مكان بالشنطه؟ لا، وش بك بعد ما حطيتي؟ تراها صغيره وما تضر، يمكن نحتاجها. يا بنت الحلال وش بنحتاجها فيه؟ وش بضرك، تراها شنيطه. اوكي تمام. وهي صادقه، خذيها معك ولعبي على المضمون بدل ما تندمون. هذا خوينا ما غيره. بابا ودك ناخذها معنا؟ لا يا ولدي، وش نبي فيها؟ ما غير تكاليف. لو اني مكانك بسمع كلام ولدك، ويقولون الذهين ما ينقرص مرتين. دايم نحس اننا ما نحتاجها، او يمكن نقول خفايف وتعدي. بس مهما كان الوضع والزمان، خذوها معكم لكل مكان.